السلام عليكم ورحمة الله. إذن الدرس الماضي شفنا كيف فينا نستنتج مصفوفة تشيبيشيف ديريفيشن ماتريكس تبع تشيبيشيف اللي عناصرها فينا نكتبهم بهذا الشكل. هلأ إحنا رح نكتب ماتلاب كود يحسب لي هاي المصفوفة، لكن رح نحاول إنه ما نستخدم الفور لوب. الفور لوب ممكن تضيع لي وقت، فرح نشوف شي طريقة بحيث إنه ما نستخدم الفور لوب، ورح أحاول إني العناصر تبع القطرية أحسبها بحسابة نيجاتيف سام تريك. إذن عمليا أنا رح أستخدم فقط الحد هذا بالبرنامج. إذن هذا الحد اللي رح أكتب بالبرنامج هلا رح نشوفه خطوة خطوة. رح نذكركم بالنيجاتيف سام تريك. النيجاتيف سام تريك بحيث إنه أنا أخذت تابع قيمته يساوي الواحد أو ثابت، اشتقيت هذا التابع فهو يساوي صفر. فبالتالي بحصل على مجموع العناصر السطرية، مجموع العناصر السطرية للمصفوفة بحيث انه تساوي الصفر. تمام. كونه مجموع العناصر السطرية يساوي الصفر، فانا فيني اطلع القطر، عناصر القطرية هي تساوي ناقص مجموع العناصر الباقية. تمام. إذن هاي بسميها النيجاتيف سام تريك، راح استخدمها بحساب العناصر القطرية. المصفوفة راح تكون بهذا الشكل، لو ما راح نتطرق. أنا بالنسبة للعناصر تبعي تمثل بهذا الشكل، مثل ما قلنا راح أشوف هذا الحد اللي راح أستنتج من خلاله كل العناصر. طبعاً دي إن هي مصفوفة إن زائد واحد ضرب إن زائد واحد. تمام. شو الاستفادة من هاي المصفوفة؟ الاستفادة من هاي المصفوفة انه فيني احسب المشتق بضربه. مثلا اذا عندي فيكتور من القيم يو، قيم لتابع معين، فبضرب انا دي بيو فبحصل على المشتق الاول، المشتق الثاني دي مربع بيو. اذا بربع المصفوفة بضربها بيو بحصل على المشتق الثاني، الثالث، الرابع الى اخره بهذا الشكل. وأيضا كمان راح نشوف لاحقا أنه أنا فيني أحل معادلات تفاضلية ببساطة. مثلا يو فتحتين زائد ألفا يو فتحة زائد بيتا يو ساوي إف، فأنا بستعيض عن يو فتحتين دي مربع زائد عفوا هون في ألفا، ألفا دي. إذن ألفا دي زائد بيتا ضرب اي. الاي هي الايدنتيتي ماتريكس. تمام. الايدنتيتي ماتريكس نفس الابعاد تبع دي. بالاخير بضربها بيو يساوي اف. فانا عمليا كونت عندي ماتريكس سميتها ماتريكس اي ضرب يو تساوي اف، قيم التابع اف. كيف فينا احلها؟ يو تساوي اي باك سلاش اف بهذا بكل بساطه، فبحصل على قيم يو. إذن هلأ رح نشوف كيف فيني أنا أحسب. أول شيء عشان للتبسيط رح أخذ مصفوفة تشيبيشيف 4 ضرب 4. تمام. مثل ما قلنا إحنا ما رح نشوف كل العناصر، رح نبلش عمليا ب طبعا في عندي أنا سي آي ضرب ناقص واحد. إذا هذا الحد الأحمر هون راح أبلش أشوف كيف فيني أحسبه. شفنا سابقا أنه سي جي يساوي 2 من أجل N تساوي بالنسبة للماتلاب 1 أو N تساوي 0. إذن سي جي إلى قيمتين، N تساوي 1 فإلى قيمة 2، أو N تساوي N زائد 1 فإلى قيمة 2، أو تساوي 1 بالنسبة لجي لا يساوي N أو 1. وعندي ناقص 1 أس I. إذن أنا أول شيء أخذت symbolic parameters X1 X2 X3 X4 على أساس real. ما في لما أخذ أنا هون فتحة ما عندي complex conjugate، لما أحول السطر لعمود عمليا. فإذن الحل الرمزي راح أخذ أنا بالنسبة لي مصفوفة 4 ضرب 4، ف
فأخذت أربع عناصر X1 X2 X3 X4. الآن بهيك حالة بيكون 3، طبعا N زائد 1 بيكون 4. طيب أول شيء قلنا رح نبلش بحساب CI ناقص 1 أس I، وقلنا إنه العنصر الأول بيكون عندي 2 والعنصر الأخير بيكون 2. طيب بيناتهم شو بيكون عندي؟ قيم 1، تمام. ضرب ناقص 1 أس من 0 ل N، إذا من 0 ل N، وبعدين أخذت فتحة عشان أساوي هذا السطر عمود. فبالتالي أنا حصلت على سي جي ناقص 1 أس جي بهذا الشكل. طبعا ما استخدمت حلقة فور نهائيا. إذا أنا الحد الأساسي اللي بيشتغل فيه هو هذا، ولا حصلت على هذا، تمام. هلأ بدي أشوف كيف بدي أحصل على الحد 1 على إكس آي ناقص إكس جي. 1 على إكس آي ناقص إكس جي بدي أعمل أنا، إذا أخذت أنا هذا الإكس تبعي كسطر حولته لعمود بالفتحة، طبعا ما في كونجيكيت لأنه أخذت أنا العناصر تبعي ريل حقيقية، فصار عندي عمود X1 X2 X3 X4 بشكل عمود. هلأ أنا بدي أعمل ريبيت لهاي الماتريكس أو ريبيت لهذا العمود أربع مرات، فبالتالي ريبيت مات، تمام، اللي هو X الفيكتور تبعي N زائد واحد مرة أربع مرات، فبالتالي بياخد لي X1 X2 X3 X4 X1 بهذا الشكل أربع مرات. طبعا الهدف هلأ رح نشوف انه كيف فينا انا اشكل 1 على اكس اي ناقص اكس جي، كيف فينا اشكل هذا الحد. طيب فشقنا شي هون، اوكي ما في شي هون. اذا هلأ هون انا اخذت دي اكس اللي هي اكس ناقص اكس فتحة، تمام، بحيث انه اكس فتحة قلبت السطر عمود. فانا بهيك حالة شو سويت عمليا؟ دي اكس شو هي؟ صار عندي اكس واحد ناقص اكس اتنين، اكس واحد ناقص اكس تلاتة، اكس واحد ناقص اكس اربعة، فحصلت على الطرح تبع اكس اي ناقص اكس جي. طبعا اكس اي هون عم تتغير، واحد صارت اتنين صارت تلاتة صارت اربعة، وبهذا الشكل طرح. اذا عناصر القطرية صارت عندي صفر. طيب انا هلا كوني انا بدي احصل على 1 على اكس اي ناقص اكس جي، فانا ما بناسبني يكون العناصر القطريه هون تبعي صفر، فبحولها عمليا لواحد. شلون بحولها لواحد؟ بضيف لها الايدنتيتي ماتريكس اللي هي اي ان زائد 1، فحولت العناصر القطريه لواحد. طيب اوكي، اذا هلا لهون تمام امورنا. هلأ بدي أشوف شو الثوابت المضروبة بهاي العناصر اللي هي مثل ما شفنا هون CI ناقص 1 أس I على CJ أس J ناقص 1 أس J. فأنا هون عمليا كيف بدي أشوف؟ أنا شكلت أول شيء C اللي هي متضمنة ناقص 1 CJ ضرب ناقص 1 أس J، هاي C تمام تبعي. طبعا هذا n زائد 1 ضرب 1 هذا فيكتور c، تمام. فهلا انا عشان اساوي مصفوفه من الثوابت، تمام، قلت 1 على c حطيت لها فتحه، صار عندي عمود 1 ضرب n زائد 1. فهلا الضرب c الاولانيه مع هاي الفيكتور الثاني، تمام، الضرب حاصل الضرب بيعطيني مصفوفة N زائد 1 ضرب N زائد 1 اللي هو بهذا الشكل، بكون حصلت على كل الثوابت ضمن المصفوفة هاي عمليا. إذا هون حصلت على الثوابت CG على CK ناقص 1 أس G زائد K. إذا هلأ هاي مصفوفة الثوابت شو بساوي؟ بقسم على X def اللي أنا حصلت عليها بالماضي، هاي X def. فالقطر طبعا ما بتغير عندي، بتم واحد، فبصير عندي الحاصل الطرح اللي انا هون قلت لحالي من البداية بدي احصل على سي على هذا الحد عمليا اللي من خلاله بدي استنتج كل عناصر المصفوفة.
طيب اوكي، هلا هون اذا انا بدي استخدم النيجاتيف سام تريك عشان احصل على العناصر القطريه، ومثل ما قلنا انه انا اذا جمعت كل عناصر السطر تمام، ففيني انا احصل من خلال عناصر السطر الواحد على العنصر هذا تبع القطري، مثلا هون هذا السطر العنصر هذا القطري، فانا عمليا بقول سم دي فتحه. ليش اخذت دي فتحه؟ لانه السم دي بيحول لي مجموع الاعمده، فانا ما بدي مجموع الاعمده، بدي مجموع الاسطر، فباخذ سم دي فتحه. فدياجونال حولت لمصفوفيه قطريه تمام، اذا سم دي فتحه مصفوفيه قطريه، وطرحت دي منه بحيث انه انا اروح الناقص واحد، اذا الواحد هذا ما بدي اياه، فبروحه بهذا الشكل. اذا استخدمت النيجاتيف سام تريك اللي شرحته سابقا، وبالتالي حصلت على العناصر القطريه. بهذا الشكل انا اذا عوضت قيم اكس اللي عندي هون بهاي المصفوفه بي واي اللي هي النودز تبع تشيبيشيف، اذا واي هي عباره عن النودز تبع تشيبيشيف اللي هي كوساين باي جي على ان. فبكون انا بالنسبه لإلي هلا هون حصلت على المصفوفه 4 ضرب 4 تبع الديفرنشيشن. طبعا كل ما زاد الان، هلا هون 4 ضرب 4 بصير 5 ضرب 5 بصير ادق، 6 ضرب 6 بصير ادق، وهكذا. اذا هاي هي عباره عن مصفوفه تشيبيشيف. البالكود تبع تشيبيشيف طبعا هو من الموجود بالنت وموجود في برامج كثيره، وموجود بكتب هو نفسه انا شرحته عمليا تشيب ان. فانا فقط المدخلات هي ان، قديش بدي مثلا ان 4، فبحسب 4 ضرب 4 او عفوا ان زائد 1، يعني بصير عندي الاربع بصير عندي 5. شو بيعطيني بالمخرجات؟ بيعطيني اكس اللي هي عقد شيبتشيف ومصفوفه دي. بس عمليا الفانكشن هو عباره عن جمع للكود اللي انا شرحته هلا عمليا. بهذا الكود، كود بسيط اربع اسطر، فيك تحسب اذا مصفوفه شيبتشيف بهذا الشكل، وايضا يعني فينا نحسب النقط دي من دون استخدام الفور لوبس. اذا بدون استخدام الفور لوب فينا نحسب هذا الشيء. طيب اذا هلا هون كتبنا الكود تبع الديفرنشيشن ماتريكس، رح نشوف كيف فينا نستخدم هذه. اذا رح نشوف مثال عملي الماتلاب كيف فينا نستخدم هاي الماتريكس انه نحسب المشتق لتابعين يو وفي. يو هو اي قوة اكس ساين 5 اكس، والفي هو سيش اكس. طبعا اول شيء بالماتلاب ناخذ كلير اول كلوز اول، كلير اول فاريبلز والورك سبيس، وكلوز اول اول فيجر ويندوز. هلا اخذت انا اكس عم تتحول من ناقص واحد للزائد واحد، طبعا هاي حدود العمل ب تشيبيشيف ديفرنشيشن ماتريكس، ما فيني اخذه ناقص 10 زائد 10 الى اخره، لازم دائما اخذ الحدود تبعي ناقص واحد زائد واحد. طب انا كيف اذا عندي حدود غير هاي الحدود؟ مثلا عندي من زائد 10 للخمسة مثلا، شو بدي اساوي انا؟ كيف فيني اشتق التابع تبعي؟ هون بعمل لينير ترانسفورميشن. طبعا عملية سهلة ما فيها شيء، بس انا بالاخير لما اطبق ديفرنشيشن ماتريكس لازم تكون معي تتحول اكس من ناقص واحد للواحد. كتبت التوابع تبعي يو اكس بي اكس، هذا هو عمليا ساين 5 اكس، والفي هو السيش، السيش هو الجيب القطعي لاكس. هون عمليا كتبت كمان المشتق التحليلي، يعني المشتق الدقيق ل يو يو اكس، كتبته بهذا الشكل. طبعا هذا المشتق التابع الدقيق، وفي اكس اذا المشتق الاول لفي وبشكل دقيق، يو اكس اكس هو المشتق الثاني ليو، وفي اكس اكس هو المشتق الثاني لفي. ورسمت انا هاد اللون، راح اشوف اذا انفذ هذا الجزء من البرنامج تمام. اذا هون شو عمليا سويت؟ انا اخذت التابع
ورسمت التابع ومشتقاته الأول والثاني. إذن راح نشوف عندي two figures windows. الفيجر الأول هو بخص التابع الأول، هذا إذن الأحمر هو التابع، المشتق الأول مجنتا، والأسود هو المشتق الثاني. نفس الشيء هون عندي المشتق الأول التابع الأحمر والأسود والمشتق الثاني. إذن هاي القيم الدقيقة للتوابع. هلا راح أشوف كيف أستخدم أنا تشيبتشيف differentiation matrix. أخذت N 20 وطبقت التابع تشيب N بحيث إنه بيعطيني كمخرجات D هاللي differentiation matrix و X. هلا X هاي تختلف عن X هاي، لأنه هاي X عند النودز تبع تشيبتشيف وهي عددها 20، بينما هون نقاط أكبر بحدود 200 نقطة يمكن. فإذا هون عندي عمليا 20 نقطة فقط، تمام. راح نشوف كيف فينا. إذا أول شيء أخذت التوابع تبع عند نقاط تشيبتشيف، وبعدين عمليا المشتق تبع تشيبتشيف هو حاصل ضرب المصفوفة دي بيو. إذا ضرب المصفوفة المشتق تبع تشيبتشيف ضرب يو تابع عند نقاط تشيبتشيف. هلا اذا بدي احصل على المشتق الثاني باخذ مربع دي ضرب يو 2، تمام. بالنسبة للتابع الثاني نفس الشيء. هون عمليا رسمت انا القيم الدقيقة مع القيم اللي حصلت عليها من تشيبتشيف. فاذا نفذت انا هذا الجزء من الكود، خليني هون احط له بيست مثلا، رد اقول له evaluate. لا هون عندي لانه سطر تاني فبحط له نقاط، عفوا بالعربي فحط له نقاط، ثلاث نقاط. هون عندي ثلاث نقاط، اوكي، لانه في عندي سطر تاني. فهلا اذا نفذت هذا الجزء من الكود، اكس 2 ما تعرف عليها لانه ما نفذت انا هون هذا الجزء ان هذا الجزء طبعا راح ننفذه، هذا الجزء الاساسي. فراح احطه هون وراح انفذ الباقي. اذا هلا عندي راح يصير عندي تو فيجر ويندو. طبعا هذا التابع وهي قيم التابع اللي مدور هون، قيم عقد تشيبتشيف. هلا هون المشتق هذا القيمة الدقيقة بالماجنتا، ماشي. القيم اللي حصلت عليها من تشيبتشيف هي الدوائر، فبنلاحظ تقريبا انطباق تام للدوائر على المشتق الثاني. طبعا هي تشيبتشيف الهدف منه حساب المشتق وحل معادلات تفاضليه، بنلاحظ انه يحسب المشتق بشكل دقيق جدا عمليا. حتى المشتق الثاني بنلاحظ انه قيمه دقيقه جدا منطبقه على المشتق الثاني. وفي شغلة مهمة انه هون عندي بالحدود ما بيكون عندي فلكتويشن مثل حساب المشتق بطرق اخرى. اذا بهذا الشكل عمليا حصلنا على برنامج كيف شرحنا كيف فينا نشكل مصفوفة تشيبتشيف كبرنامج او ككود بالماتلاب، وشفنا مثال كيف نحسب المشتق الاول والثاني لتوابع مختلفة بطريقة تشيبتشيف. في الدروس اللاحقة إن شاء الله بدنا نشوف كيف فينا نحل المعادلات التفاضلية بطريقة تشيبتشيف. ماشي، شكرا كتير، الله يعطيكم العافية.